كيفما كتعرفوا المغرب في السنوات الأخيرة بدا كينفق يعني بكثرة على السلاح والتسلح، وماشي كيشتري الخردة كما تفعل الجارة الشرقية، وإنما كيشتري آخر تكنولوجيا عسكرية. ومن بعد العلاقة بين إسرائيل والمغرب، فهاد الوتيرة ديال شراء التكنولوجيا العسكرية تزادت والدوبلات أو التريبلات، وبالتالي فالعسكر والدبلوماسية والمحللين الإسبان لو كيخافوا باش أنه هاد يعني هاد التعزيز العسكري ديال المغرب يؤدي لواحد أو يؤدي إلى زعزعة الوضع الراهن في غرب البحر الأبيض المتوسط.